مرحبا، اليوم جبت 3 كريمات وراح اجربها وياكم، واحدة بالفراولة، واحدة بالشوكولاتة، واحدة بالفول السوداني. هسه نجرب. اول شي خلي ابدا بالفول السوداني او الفراولة، اهم شي الفراولة. فراولة، يلا فراولة. واه ريحة حلوة. يلا هاي هسه. طيبة؟ نعم. جربي. شكرا. تفضل. هسه وقت الشوكولاتة والبندق. أول شي خد أجرب الشوكولاتة. من أطيب، فراولة ولا شوكولاتة؟ خلاص نفسك. هسه صار الفول السوداني. السوداني؟ ليش وانت على طول تاكل زبدة الفول؟ ما حبيتها يا البسكيت؟ والله جرب. من اطيب شي، الفراولة لو الشوكولاتة لو الفول السوداني؟ الفراولة والشوكولاتة. لا لازم واحدة، لو الشوكولاتة لو الفول لو الفراولة، اختار طعم واحد اطيب شي. اطيب شي الفراولة؟ بس يعني اثنيناتهن اقيم. لازم اكو واحدة اكثر من واحدة اطيب بشوية، اعرف اثنينهن طيبات. هاي اقيمها 10 من 10. وهاي 9 من 10؟ لا 5 من 10. تمام، اثنيناتهم طيبات. اشتركوا بالقناة وخلوا لايك عشان يطلع لكم كل شيء جديد. باي باي. باي.